السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس؟ كي دايرين؟ كي دايره الاحوال؟ ميم تخت. اوكي، راكو دايرين؟ كي دايرين مع هاد الحراره؟ حنا هنا طبنا يا اختي، تخلي بنادم على برا اي طيب بلا نار. اوكي، راكو دايرين؟ كي دايره الاحوال؟ كانش بحر، كانش بعد لا مشيتو للبحر، لا كانش حجر، جمعو ديال البحر، الرمله ديال البحر زوينه، جمعو غادي نقول لكم كي ديروا، لا فهمتوا؟ بعدا راه غادي يجيو صحاب الخارج. اه يا اختي، وعاد تاني كي نقتلكو الشي كول في جاي، جات اختي، جات عمتي، جايب لكم غير الكسوه ديال بريمارك، نتوما راكم تلبسوا الماركه احسن من هذيك الكسوه ديال بريمارك، انت تدفعيها للماكينه وهي تخرج بحال معمره بالحبوب، يعني دايره بحال بحال سعدهم، يعني تعدس مع تيعد، نتوما عندكم التوب علينا احسن، فهمتوا؟ بزاف الدريات قالت لك ابراهيم حنايا خاصك دير لنا الحنه ديال الخطوبه ديال الزواج، رجع المطلقه وكل شيء، لا رجال لا عيالات وكل شيء، قالت لك الدعوه محسوقه، لا زواج لا عواج لا زهر لا ميمون، يعني وتلاحقت على جوج صغيره ويتيمه وحقرا على جوج. انت خايت لا كتشوفوا العالم، لكن غنجيب لكم واحد الوصفه واعره مادام كاين الخروف ديال العيد، وجبت لكم واحد الوصفه واعره زوينه وغادي ديروها ان شاء الله وتكونوا بخير، فهمتوا؟ لكن ديما قلت لكم الصف ديال الخروف ديال العيد ما ترميوهاش، وكتبداو غير تنعجه ولا خروف ولا كتبدا، فهمتوا؟ راه زوين كلشي وفيه منفعه كثيره، فهمتوا؟ لكن انا جبت لكم الحنه ديال كتبدا، هي تشريها اوراق وديريها على يدك، طحني على يدك، انا باش كندير استفراغ السحر، لان هي زوينه الاوروبيه راه كاينه في المختبر هذا، كاين اللي ما تعرفش الحنه راه كتاوي، الا كان عندك القولون العصبي نص معلقه صغيره ديريها في كاساتين ولا في كاسه ماء وشربيها، وما تاكليش جوج سوايع، فهمتي؟ القولون العصبي ما عمرو يضر بك، كانوا يديروها لنا في العربيه، كديرها العمه ديالي الله يرحمها والجده ديالي، فهمتي؟ هي راه زوينه، هي راه كاينه في المختبر، راه كاينه في الكنينه وكل شيء، غير زايدين عليها بكتيريا، هي راه علاج، ما كانش اللي قتلها، شفتوا الحنه اللي حاقرينها؟ مكانش اللي قتلها، تاني كنرطبيها في يطرو ديال الماء وشربي داك ديال الماء ديالها، فهمتي؟ راه زوينه، واعرة، واعرة بزاف، هادي حاجة كواحد فيها زبلة، شتي الحنة ديال الدول العربية، هي فيها عاد زبلة، علاش أنا كنقيها على يدي ونغسلها في واحد الشبكة، عاد نخليها تيبس عاد نطحنها، لأن كندير بها استفراغ السحر، فهمتي؟ وكنداوي بها القولون العصبي تاني، فهمتي؟ هي زوينة. يا تشريوها اوراق يا تشريوها مطحونه، انا كنطحنها على يدي، فهمتوا؟ كتشريوها مطحونه او هي من الاحسن تشريوها على يديكم البركه وكسمتها، فهمتوا؟ لكن هذه غادي ما ديروش الحنه حتى الليله اللي عليها ويصبح العيد، فهمتوا؟ بغيتو رجليكم ولا يديكم ولا كسمتها باش ديروها باش تكون زينه هذه البركه، فهمتي؟ هذه زوينه البركه، فهمتي؟ حنايا غادي نشدو الحنه يا تشريوها اوراق وتطحنوها على يديكم، هاكا كاين اللي متعرفش الحنه، الحنه راه باينه معروفه المخيره تعرفها، لا ولاد ولا بنات، هادي اوراق الحنه، اولا تطحنيها، من تطحنيها حنايا عندنا الخروف ديال العيد، اولا الخروفه ديال العيد اللي فيها الخير، واللي ما عندش اجرها لله، فهمتي؟ ما معصوماش، فهمتي؟ حنايا عندنا الصوفه هنايا. صافا بغا ديال الخروف او الخروف، حنا غادي نقلعو له من الجبهة ديالها من لهنا، اولا من هنا داك اللي تكوني درتي له الحنة، فهمتي؟ تكون حنيتو له اولا ما حنيتولهش، كيف كيف، المهم تكون الصوف ديال الخروف اللي فهمتو، اللي عندها شي جارتها ولا كسمتها تا ممكن تعطيها في سبيل الله، فهمتي؟ الصوفة هي هادي، حنا غادي نشدو الصوفة، حنا غادي يشرب الخروف، غادي يشرب الماء، ومن يشد له هداك الماء حنا هذاك غادي نشدو واحد شويه باش نخلطو به الحنة، فهمتي؟ غادي نشدو باش نخلطو به الحنة، فهمتو؟ غادي نشدو باش نخلطو به الحنة، فهمتو؟ غادي نشدو، كاين اللي عندها الكحول، مادابيه يكون حاجرة، وإلا ما كانش حاجرة ديري تاني كين داير، اللي بغات الكحول راه كاين في الراب، داقو على يدي ونخدم العزائم السبعة. تاني كي اللي ما كانش عندها حجره دير واحد شويه من هنا، فهمتوا؟ خلاص راني غير نطحن، شوف شحال واعر الطحين، نتوما العدوات عارفين اكثر مني شحال واعر الطحين، وخلطوا
بلي يبرد تاعك سميتها الريشه نتاع الدروار. تجيبي تاليكي هذاك المد من الخرف اللي هزينه، غادي نهزو باش ويشتي. هذا هو القص اللي كتشوفوه يسقسي باش ما يغشوكوش. الا شتوك حلكي الفاخر ما تشريوهش، ماشي كحل، خاصه يكون سقسي. شتوها؟ شوف من هنا كيبان يسقسي، هذا هو الكحل. شتي باش ما يغشوكمش، راه كاين واحد كحل فيه الدوزيام، فهمت؟ هذا هو البروميل الاصلي، فهمتي؟ هادي غادي نهزو غير شويه ديال الكحل. الا ما كانش عندك حجره ديري خضره، فهمتي؟ وديريه تمشتي. ها هذا هو الكحل الاصلي، فهمتي؟ شدي غير شويه وديريه في هذاك الماء تاع الخروف اللي رطبنا فيه، فهمتي؟ ومين يرطب هذاك الكحل، اذا ما عندكش الكحل ديري غير واحد شويه، غير واحد شويه مع الماء، فهمتي؟ وحنا غادي نشدو الحنه. الحنه كي غادي نديروها حنا، غادي نروحوا هذاك الليله اللي غادي غدا ندفعوا عليها. انتي هذيك الليله تكوني خدمتي هذا الشيء ودرتي، فهمتي؟ الماء الا سبقتيه قبل، معليش الا سبقتيه قبل، المهم خاصنا حنا في الصباح باش نكونوا غادي نعيدوا، انتي تكوني درتي الحنه في الليل، فهمتي؟ يديك يا رجليك يا راسك يا كاع، ديري البركه وكيسمتك الماء غدي، المهم وديري اليدين، فهمتي؟ حنايا عندنا الصوف هذي، هاد الصوف هي اللي غادي نحنيو بها، شتي؟ غادي نرونو بها ونشدوها تاني كي ونحنيو بها، ما تحنيش بصباح. هاد الحن، فهمتي؟ اللي كان عندها العكر الفاسي دير واحد شويه، واللي كانت عندها النيله الزرقاء دير غير واحد شويه واحد شويه مع الحن. راه زوينه فهاد وزوينه، حتى راه ما يديرها حتى شي واحد. كانت العمه ديالي كتخدم على العرايسه الله يرحمها ويسالي، فهمتي؟ دير شويه ديال النيله والعكر الفاسي واحد شويه وشويه ديال الكحل، ديرهم مع ديك الحنه وتخلطيها، تخلطيها بالصوفة. ولا كملت لك تاني كي تكون حداك صوفة واحدة أخرى، هادي تحني بيها لا يديك ولا رجليك، فهمتي؟ هادي راه فيها البركة، هادي راه حتى شي واحد ما دايرها لك، أنا جبتها لك عاد في الميك، فهمتي؟ هادي الحنة ديال العريسات واعرة، وتحنيها بالصوفة ديال خروف عيد الأضحى واعرة. واللي ما عندهاش مسكينة ما عيدتش، ولا كانت جارتها، ولا كي سميتها أنت اللي ما مزوجاش، تعطي لها شوية ديال الصوف، فهمتي؟ لأن الصوف زوين، فهمتو؟ البركه وكلش. هو اليوم شحال واحد يقول لك ايوا لا ابراهيم والخروف خاصه يكون محترم، هو ودي راه يسحروا به، يسحروا الا صدقت اللحم كيسحروا لك بالعظم ديالو، يسحروا لك باللحم باش تبقى خانز قدام الناس، اللحم يسحروا لك بالعظم. راني شفت بعيني هاد الاسحار، كنت عاد جرو صغير رميته في الزبل، دوك العظام ودوك الهيدوره ودوك السنان ديالو كي سميته يسحروا به، اللهم تستافدوا به نتوما الاول، فهمت؟ لكن خروف العيد راه فيه البركه وفيه القبول، لا راجل لا امراه، راه واخا تلعبوها وتقولوا هادو، راه شكون اللي متدين في هذاك الزيت؟ راه كلشي خطب وسرق وكذب، اللي ما تلقاه مصلي تلقاه كذاب، واللي ما تلقاه يشرب تلقاه كذاب، فهمتي؟ غير خرجوا من الجامع تلقاه جامعين كاع المعصيه، لكن اللهم استافدوا به نتوما وولادكم وبناتكم، تقلعوا عليكم هاد العين والتابعه والتيسير والبركه، فهمتي؟ هادي تحني بها. يا قلعتيها لها من لهنا يا قلعتيها لها من الظهر ديالها، فهمتي؟ هادو وتشديها وتحني بها، بغات نعجه او الخروفه او الاخر، فهمتي؟ وتحنيو كاع لولادكم واخا غير نفس الصوف، فهمتو؟ الا كانوا كاع الدار كاملين تحنيو بنفس الصوف، فهمتو؟ والبنيات الله يسهل عليهم، والوليدات الله يسهل عليهم، تاني كنت حلي لولادكم على النجاح وعلى الدراسه ويستافدوا كلشي، ماشي تقولوا غير نتوما على الزواج. تاني كاين وحده تحني لراجلها، وحده تحني لولادها كاملين، وحده تحني لخوها، وحده تحني العمه، وبركه وكلشي. كاع اللي يدير النيه، كاع اللي يدير النيه يسلك، لكن اللي تكون فيه التحرميات وهذه عوده والوصفه من ديريها، ديريها منك اللي خلق، خاصك تكوني نقيه متوضيه، تصلي دوك جوج ركعات، واخا صليتي الصلاه ديالك هذوك جوج ركعات غادي تصلي فيه وتخشعي، فهمتي؟ غمضي عينيك كي تكملي، غمضي عينيك ونوي كاع هذاك الشيء اللي راكي باغي، غمضي عينيك بحال هكا، رفعي يدك القبلة الله سبحانه وتعالى والقبلة، وتنوي كاع داك الشيء اللي مين تكملي هذاك الشيء، نوضي حني ولا نوضي ديري تفوسيخه ولا ديري الدون ولا ديري الصفيحه ولا ديري الفات، فهمتي؟ راه زوين. والليله تانيك اللي عليها والعيد تانيك نطرطقوا للدون زوينه، وطرطقوا حتى لولادكم، هذه راه زوين. الفراقش يعني الاظافر ديال الخروف ولا الخرفه دسوه كتبخروا بهم، كيحيدوا الكراهيه وسحر التمريض والخويويه والتفريق، هذه دقه نقولها لك ما ترميوهمش، زوينين العظام ما ترميوهمش،
لقرون ما درنا لقرون هذاك الزواق كتشوي الخروف وكتميتها كينصر الراس وهذا هذاك كيسحروا به وكيديروا به كتميتها. لكن خلينا في الحنة، الحنة يا تشريوها اوراق يا كتميتها. الماء ديال الخروف اللي شيط غادي نشدو واحد شويه باش نرونو به، نزيدو عليه شويه كحليه غبره اولا حجر، فهمتوا؟ نزيدو شويه العكر الفاسي وشويه ديال النيل غير شوي شوي وتخلطوهم وديروهم الليله اللي عليها ويصبح العيد. الله يزوجكم والله يسهل عليكم. الوصفه كنديرها لكم من القلب ديالي، وهذه راه ما كاينش كاع في كيس ميدا، درك ناكلوها جبتها لكم لاصقه. تقبلت الله، السلام عليكم.